في وزارة الصحة وفي كل شيء حقيقة بنلمس له دمست الخلق والعلم المتواضع. الأستاذ الدكتور حسين شعيشة طبعا عندنا من جمعية وأستاذ أمراض الكلى بمصر حقيقة له معزة في قلوبنا جميعا. ثلاث سنوات متتالية معنا في سوهاج والحقيقة الميتنج ده يعتبر مصغر شوية من الأوتريتش بروجرام اللي احنا بنعمله كل سنة. وبالمناسبة ان احنا ان شاء الله يوم 3/4 عندنا بإذن الله المؤتمر السنوي بتاعنا. الأستاذ الدكتور هاني حرص هيتكلم عن الأنيميا جايد لاين. مين اللي له جايد لاينز؟ اتفضل الدكتور هاني اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر الأستاذ الدكتور علي طه على دعوتي للمحاضرة وأشكر شركة أمجن إن هي ادتنا الفرصة إن أنا أتواصل مع حضراتكم. وهحاول خلال الدقايق القادمة حوالي 20-25 دقيقة إن أنا نراجع مع بعض أهم الجايد لاينز بتاعة المانجمنت أوف أنيميا. وطبعا احنا عارفين انه مشكلة الانيميا الحقيقة هي مشكلة قومية، بمعنى ان هي ليست قاصرة على الاساتذة بتوع النفرولوجي او الاستشاريين بتوع النفرولوجي، ولكن لما نعرف ان نسبة الناس المصابين بالانيميا في الشعب المصري بصفة عامة حسب الاحصائيات بتاعة وزارة الصحة واليو اس هيئة المعونة الامريكية واليونيسيف اللي هي هيئة الاطفال الدولية، ان نسبة الانيميا في الاطفال من سن 6 شهور الى 59 شهر تمثل 27% من المصريين، اللي هي النسبة اللي عليها السهم الاحمر اللي حضراتكم شايفينه. في نفس الوقت نسبة الانيميا في السيدات من 15 سنة الى 49 سنة بتمثل 25% من الشعب المصري. يعني احنا بنتكلم على ملايين مصابة بالانيميا. فموضوع هام جدا وما اعتقدش انه عليه الفوكس الكافي. يعني لما نيجي نقول ان عندنا 25% من الناس عندهم انيميا وعندنا 15% بس من الناس عندهم هيباتيتس سي، يبقى يعني اعتقد ان في اولويات وزارة الصحة اللي هي حاطة هيباتيتس سي يعني ده ميجور، لازم الانيميا تاخد الايه ما تستحقه من كير، يعني لانها بتعدي يعني ايه يعني عنده شويه انيميا ده حاجه مش مهمه يعني. بالنسبه للانيميا بتاعت الرينال فيلير هي في القلب من اهتمامات النفرولوجيست لما بيتابع مريض الغسيل الكلوي، بنجد انه وان اوف ذا امبورتنت كرايتيريا اللي تقول ان هذا المريض بيغسل كويس او عايش حياته بصوره طيبه، لانه ليس الهدف هو مجرد اعاشه المريض ولكن تحسين الكواليتي اوف لايف اوف ذا بيشنت. فبنجد انه الانيميا ومن خلال تحسينها وكذلك تحسين المينرال بون ديزيز والمشاكل الحركيه والمفصليه بتاعه المرضى بالاضافه الى تثبيط الهاي بوتاسيوم واللو صوديوم والجود نيوتريشن وتحسين السيرم البومين، كلها كريتيريا بتقول لنا ان هذا المريض كفاءه الغسيل فيه من وجهه نظر النفرولوجيست از اديكويت، بالاضافه الى حاجات ثانيه احنا عارفينها كلها كماركرز للاديكوسي زي انخفاض نسبه البولينه في نهايه الجلسه او ما يطلق عليه اليوريا ريدكشن ريت او المعادله الشهيره اللي بتعمل الكليرنس مالتبلايد باي ذا تايم divided by the volume اللي هي KT over V. فدي بتبقى كل دي بارامترز للتحسن، وكذلك كمية الفلويد اللي هي مفروض تتشال في الجلسة ان هي مفروض انها ما تبقاش في الجلسة الواحدة اكتر من 4% من وزن المريض، وإلا نسبة المورتاليتي بتبقى عالية. فالانيميا مهمة في البارامترز ومحطوطة من ضمن الكريتيريا بتاعت الفولو اب التي تستحق الكير منك كنفرولوجيست. الحقيقه الانيميا استحقت هذا مش بس عشان احنا نهتم بيها كنفرولوجيست، ولكن لانها ليها دايركت ريليشن مع حياه المريض السرفايفل اوف ذا بيشنت. يعني لو احنا اعتبرنا، وده يمكن احصائيه معموله على اكثر من 35,000 عيان زي ما حضراتكم شايفين، 35,000 عيان بيشوفوا
نسبة المورتاليتي أو المورتاليتي ريسك فيهم، فنجد إن المورتاليتي ريسك واحد ده يمثل العادي في عين الداليسيز العادي. لو هذا المريض اللي عنده on dialysis كان كمان عنده diabetes نسبة المورتاليتي بتزيد 24، يعني يبقى ايه تزيد شوية. لو كان نفس المريض عنده ارتفاع في الباراثورمون تزيد برضو تبقى 8.28 اكتر، لكن لو كان عنده انيميا تزيد من 1 تبقى 1.5، يعني تزيد نسبة المورتاليتي 50%. نفس الكلام لو كان عنده مجموعة من البارامترز بتاعة المينرال ديزيز برضو بتزيد بنسبة 50%. يبقى بالتالي احنا بنتكلم مش بس على حاجة الدكاترة بيعتبروها بارامتر اوف اديكوسي، لا احنا كمان بارامتر اوف سيرفايفل اوف لونجيفيتي. ومن هذا المنطلق فهي حاجة مهمة للمريض كمان وليس بس للطبيب ان هو بيقول انه بيؤدي عمل جيد. عشان كده لما بتيجي الجهات المختلفة سواء كانت جهات مصرية او هنا الولايات المتحدة الامريكية وتقيم الاداء بتاع وحدات الدياليسيز مثلا في امريكا، فده كان الريبورت بتاع الكلينيكال بيرفورمانس في الولايات المتحدة الامريكية عام 2003. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هم حطوه في الداتا بتاعتهم كانيميا مانجمنت. فوصلوا في الكونكلوجن بتاع الريبورت ده الى انه 78 او 79% من العيانين بتوعهم بيشنت هاد امين هيموجلوبين اوف 11 اور مور ذان 11 ان ذا لاست كوارتر اوف 2002. يعني 79% دي نسبه عاليه جدا، وحاطين الاوبورتونيتيز بتاعت عام 2003 يعني السنه القادمه محتاج لتحسين ال 21% اللي ما وصلوش للنسبه. 21% اوف ذا بيشنت اللي الهيموجلوبين بتاعهم ما بقاش 11 محتاج اننا نحسنه في الشهور القادمه. فيعني تعالوا نقارن دي بما يحدث عندنا، هل احنا عندنا نسبه كده ولا احنا عندنا يمكن النسبه تكاد تكون معكوسه لما نقول ان يمكن 70% من العينين بتوعنا عندهم هيموجلوبين ان ذا رينج اوف 9 والاغلبيه العظمى اقل من كده. فهم جايبين 79 وزعلانين. يعني ايه؟ ان هم عايزين الباقيين كمان يوصلوا للتارجت يعني. ده طبعا سامبل على 8487 عيان بيغسلوا في حتت. الطبق على الشعب يطبق على الدنيا يا باشا. نعم؟ الطبق على الشعب يطبق. ايوه. فطبعا ده بيدفعنا للحديث على مكونات الانيميا في الرينا. احنا اتكلمنا عن انيميا ان جنرال وقلنا انها مشكله قوميه، والانيميا في الرينال ديزيز مشكله نفرولوجيه وسرفايفل، ولما نقارنها بالبلاد الثانيه يبقى احنا متاخرين قوي. فلازم نشوف طب الانيميا بتاعت الرينال فيلير يعني بتفرق شويه عن الانيميا الثانيه ولا لا؟ هي بتفرق شويه في الميكانيزمز بتاعت الحدوث بتاعها، لان هي بيبقى فيها الاريثروبويتين هنا له قدر مهم كميكانيزم وكاكشن. ما ان هو الاريثروبويتين؟ الاريثروبويتين الحقيقه از اجلايكوبروتين مكون من 165 امينو اسيد، وهذا الاريثروبويتين البلازما هاف لايف بتاعته بتبقى من ساعتين الى 13 ساعه، و10% منه السيركيوليتنج اريثروبويتين از اكسكريتد ان يورين، وبيطلع الاريثروبويتين اندر ستيمولاتوري فاكتور اهمها الهايبوكسيا. فالهايبوكسيا انديوسابل ترانسكريبشن فاكتور او اللي هو بيسموه هيف 1، وكذلك الهيباتوسايت نيوكليير فاكتور 4 يعني لانه هو في المراحل الصغيره في الفيتس وكده بيطلع كمان من الليفر. فسواء الهيف او الهيباتوسايت هما الاثنين دول اهم ستيمولاتورز للاريثروبويتين برودكشن. اهم انهيبيتور في الجاتا 2 ونيوكليير فاكتور كابا بيتا، وهنا بيبقى فيه انزيم برضو ابتدى قالوا اهميه في السنوات الاخيره لانه بيخش في قصه الباسوي بتاع الدستراكشن بتاعه اسمه بروبايل هيدروكسيليز. هذا البروبايل هيدروكسيليز از امبورتنت في عمليه الديجراديشن،
فبالتالي لو احنا manipulated البروبايل هيدروكسيليز بطريقة او اخرى يبقى احنا بنحسن الانيميا بطريقة تانية. يمكن الدكتور حسين هيتكلم على هذا الموضوع لان الموضوع حديث شوية ان هم بيحاولوا يلاقوا بدائل للإريثروبويتين بس لسه ايه اندر ترايل. نبتدي نشوف التو ميجور بلاير في الإريثروبويسيس، وحضراتكم كلكم في امراض بطن عارفين انه الستام سيل بتمر في مراحل ان هي تبقى بيرست فورمينج يونت ثم كولوني فورمينج يونت ثم برو اريثروبلاست، والثلاث مراحل دول محتاجين للايه للاريثروبوت. ثم هذا البرو اريثروبلاست يتحول الى اريثروبلاست وتنتهي بالاريثروسايت والريتيكولوسايت هنا، والمرحله دي بتحتاج لمين للاهل. فبناء عليه هذا السلايد يقول لنا انه ليس هناك تكوين لكرات دم حمراء باعطاء اريثروبوت لوحده، يبقى لازم قبل ما ندي اريثروبويت نطمن ان ايه ان صديقه في المعادله هنا هو مين الايرون شود بي بريزنت، والا مش هتكتمل الفورميشن اوف ذا ار بي سي. وكذلك ليس هناك تحسين للانيميا باعطاء الايرون لوحده زي ما بعض الوحدات بتعمل، نفضل ندي في ايرون 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 اول ذا تايم، لان الجزء الاولاني من المعادله اللي هو البي اف يو والسي اف يو لا ينضبط بالايرون لوحده، مش كده؟ فالاثنين مع بعض هاند ان هاند هما التو ميجر بلاير اوف اريثروبويسيس، وده ينطبق على كل اليورينك بيشنز. وهنا بنراجع الكلام اللي انا قلته في الصوره، انه لو قلنا ان هذا هو الايبوجين، هذا الايبوجين بيبقى ستيميليتد ب الهيف 1 اندر ذا ستريسز اوف هايبوكسي، والهيف 1 بروجريشن هنا بيبقى بينهبت بالايه بالبروبايل هيدروكسيليز، والايبوجين ممكن يبقى انهبتد برضه بالجاتا 2 والنيوكلير فاكتور كابا بيتا. والمانيبيوليشن بتاع الايبوجين بيطلع ايبو، والايبو اشتغل على الايبو ريسبتور، والايبو ريسبتور هو البون مارو سيلز هتطلع كرات دم حمراء في النهايه. ده الباسوي اللي احنا عارفينه، احنا بنشتغل في معظمنا في الايه في المنطقه دي. بعض الأدوية بتشتغل في المنطقة بتاعت الإيبوريسيبتور، الأدوية اللي هي لسه under trial هتشتغل في منطقة اللعبة على الانهيبيتور، سواء الانهيبيتور of the propyl hydroxylase أو الانهيبيتور of the beta 2 or nuclear factor kappa beta، واللي هتسمعوا عنها في السنوات القادمة. في challenges الحقيقة في management of anemia، هذه challenges come from important things. أولاً إنه الهيموجلوبين بتاع الشخص الطبيعي is not stable، وكذلك أكتر في اليورينك patient is not stable all through، يعني مش طول الوقت بتلاقي الهيموجلوبين بتاعك 12 مثلاً، بتلاقيه بينزل شوية ويطلع شوية، يعني في كده سايكل بيحصل للهيموجلوبين. وبناءً عليه الهيموجلوبين variability دي بتتناسب تناسب طردي مع المورتاليتي والموربيليتي. كذلك التشالنج الثاني ان احنا كلنا في الدياليسيس بنشوف ان في مالتيبل بريباريشنز ان ذا ماركت، مش كل البريباريشن هي بتبقى بالكفاءه التي ترضينا وترضي مرضانا. وبعدين الاسوسيشن اوف ذا هيموجلوبين ليفل وذ اوتكم، وكلنا لما اشتغلنا نيفرولوجي كان عندنا الاول طموح في البدايه اننا نوصل الهيموجلوبين بتاع العيان الى الشخص الطبيعي، يعني حوالي 14 في الرجاله وحوالي مثلا 13 فين في السيدات مثلا يعني. ولكن صدمنا بعد كده بستاديز ثانيه بتقول لا التارجت ده مش هينفع، يعني ايه لازم الهيموجلوبين ليفل ده يبقى مور مودريت في الرينال بيشنت. نتيجه ستاديز كتيره عملت لنا تشالنج وخلتنا نغير التارجت او نقلل الايه الاكسبكتيشن بتاعي. الجايد لاينز هنا هي الحقيقه اللي تعدلت على مدى السنوات، وهنراجع مع بعض ايه اللي هيبقى المين كور بتاع الليكشر. الجايد لاينز اللي اتعملت في البلاد المختلفه لمده عده سنوات بدءا من حوالي 2007 لغايه 2012، ثم ابتدت الجهات الدوليه تعمل ناشونال جايد لاينز اللي هي بيسموها الكي دي جو جايد لاينز، وبنسال نفسنا هل يا ترى احنا محتاجين ايجيبشن جايد لاينز بعد الانترناشونال ولا كده بقى في حاجات بنمشي عليها وخلاص. فهنبتدي باول بارت ونسال سؤال نايف كده، يا ترى انا قلت لكم ان في تو مين بلايرز هما الاريثروبويتين والايرون، مش كده؟
هل هناك في ادجوفنتس تانيين ممكن يبقى لهم دور مهم ولا لا؟ الرسمه دي بتقول ايه؟ بتقول ايه الرسمه؟ بتقول ان انا ممكن ادي اندروجينز، ممكن ادي فيتامين سبلمنتيشن، ممكن ادي فوليك اسيد مثلا، ممكن ادي ال كارنيتين، ممكن احسن الدياليسيس اديكوسي، وممكن ادي دم. كل دي وسائل لتحسين الانيميا. ولكن الحقيقه الادجوفنتس هنرجع لها تاني بعد كده واحنا بنتكلم في الكيديجو جايد لاينز، هنجد ان هي مش مرحب بيها، رغم ان هي من الحاجات اللي هي عايز اقول من زمان كنا بنستخدمها في المانجمنت بتاع العيانين، وبعضهم ما زال احنا بنستخدمه في البراكتس بتاع الدياليسيس بيشنت ان روتين واي، زي الكارنتين اللي بيتاخد في during the sessions، او زي الفيتامين بي اللي بيتاخد during the sessions. يعني مش عايز اقول ان هم مش معترفين بيها قوي في تحسين الانيميا، ولكن هي قد يكون ليها ميكانيزم اوف اكشن تاني بالنسبه لتحسين المسل باور او حاجات تانيه، لكن على الاقل كايفيدنس بيسد ميديسن الدور بتاعها في تحسين الانيميا از كويشنبل شويه. بعد كده احنا بنتكلم على واحد منهم وهو الفيتامين دي. فيتامين كانت عمله استادي مهمة، لانه كان في رومرز في خلال السنتين اللي فاتوا انه يا ترى المور امبورتنت هو الاكتف فيتامين دي اللي عايش معانا بقاله سنوات طويلة، زي الوان الفا او الروكالترول يعني، او كل الحاجات اللي هي بتاعت الاكتيفيتد فيتامين دي، ولا ندي النيتف فيتامين دي. ودي كان استادي اتقالت في الامريكان سوسايتي اوف نيفرولوجي من كام شهر، كلينيكال ترايل كبيره على عدد مش قليل من العيانين، حوالي 276 عيان اتقسموا الى مجموعتين. مجموعه خدوا ارجوكالسيفيرول 50,000 يونت كل اسبوع في الانيشال فيز، ثم كل اسبوعين لما كملوا الاستادي الى 6 شهور. وبعدين هؤلاء المرضى قارنوهم بمرضى تانيين اللي هم البلاسيبو جروب، وشافوا هل يا ترى احتياجات كان الهدف في الاستادي دي، هل الاريثروبويتين دوز هتقل لما ندي سبلمنتيشن بفيتامين دي ولا مش هتقل. فالحاجه اللي لقوها الحقيقه في الفولو اب انه هذه السبلمنتيشن فعلا حسنت الناس اللي هم الارجو كالسيفيرول جروب اللي بالازرق، رفعت مستوى الفيتامين دي في دمهم الى اكتر من 30، اللي كانوا اقل من 30 بقوا اكتر من 30، في حين ان البلاسيبو فضلوا اقل من 30. دي اول عرفناها من الكيرف ده. ولكن السلايد اللي بعده بيقول انه الايبودوز از نوت ديفرنت بتوين الزرق اللي هم خدوا الارجو كالسيفيرول والحمر اللي هم البلاسيبو، فضلت الايبونيدز هي هي. وبناء عليه تحسين الفيتامين دي في هؤلاء المرضى لم يؤدي الى تقليل جرعات الايبو دوز. دي استادي معموله على احد الادجوفنت وهو الفيتامين دي، فبالقياس ممكن يعني بننشرها، ممكن بالقياس يبقى في استادي ثانيه معموله على الاذر ادجوفنتس بتبين انه ذير از نو ريال بنفيت في تقليل الايبو دوز من الاذر فاكتورز. بعد كده احنا بنتكلم على الاذر كونتروفيرسيز في الانيميا. يا ترى الايرن اللي هنديه للعيانين يكون انترافينس ولا يكون اورال؟ يا ترى الاريثروبويتين لو ابتديت اعلي جرعه بصوره مطرده في المرضى ابتدى العيان لا يستجيب، افضل اعلي الى ما لا نهايه ولا اقف واقول ان هناك اريثروبويتين ريزيستنس ونبتدي نفكر ايه اسبابه؟ يا ترى العيانين اللي عندهم ليفر ديزيز او هيباتيتس سي اديهم نفس الكلام ولا غير الجرعات؟ ويا ترى في هازاردز اوف انيميا اوفر كوركشن سبيشالي في الستروك والكانسر بيشنتس والكاردياك بيشنتس ولا لا؟ دي كلها كونسيرن في التريتمنت اوف انيميا ان اور بيشنت. ونبتدي نشوف وان اوف ذيس كونسيرنز اللي هو عمليه الهيموجلوبين variability، ان الهيموجلوبين بيعلى ويرتفع ما بيستناش ستيبل اوف ذا تايم. يا ترى دي ما نسيبه يعلى ويرتفع، ايه المشكله؟ المشكله انك لو بصيت على الكيرف بتاع
الدس اللي هو هنا بالاحمر والهوسبيتاليزيشن اللي هو بالرمادي. ابتديت اشوف التايم سبنت وذ هيموجلوبين اقل من 11 جرام، يعني العيان هو قد ايه بهيموجلوبين قليل. لو قعد شهر واحد مش مشكله، الاودز ريشيو بتاعت الدس تقريبا ايه اكتر من واحد بحاجه بسيطه 1.3. لكن لو قعد 3 شهور بعيد عن التارجت، ابتدى الاودز ريشيو بتاعت الدس تتضاعف، بدل ما كانت 1.3 بقت 2.5 تقريبا. تمام؟ يعني مجرد انك تترك مريضك بفاريابيليتي عاليه مش فتره طويله قوي 3 شهور، انت تقريبا ضاعفت معدل الايه؟ الدس بتاعه، وزودت معدل الهوسبيتاليزيشن بصوره ملحوظه من 1.3 الى 1.8. اوكي؟ وبالتالي الفاريابيليتي دي از ان امبورتنت بارامتر. وبالتالي كذلك الفيرست كوز اوف هوسبيتاليزيشن والاول كوز مورتاليتي حصل فيها نفس الكلام، امتداد لنفس السلايد. وهنا بيقارنوا الهيموجلوبين فلكتويشن ان كوهورت اوف يونايتد كينجدم دياليسيس بيشنت من الستارت بتاع 98 الى الاند اوف 98، وجدوا انه هذه الفاريابيليتي الحقيقه اذا كومن فينومينال في عدد كبير من المرضى، مش حاجه رير يعني. وبالتالي بقت كونسيرن، وكان المانجمنت بتاعهم اهم حاجه فيه اللي هو انه يقلل فترات الفولو اب وللبارامترز اوف انيميا المختلفه وللايرن كاينتكس، علشان يقدر يظبط الليفل قبل ما يحصل البيج فاريابيليتي اللي تؤدي الى ديستربنس في مستوى الهوسبيتاليزيشن او تزود الناس. لان هم في البدايه لقوا انك لما كنت بتحسب الدنيا كل 6 شهور بتلاقي انه only few patients remain within the same hemoglobin level over a 6 months period. عدد قليل قوي، لما تقعد تخيش كل 6 شهور تجد عدد قليل قوي اللي فضل محافظ على الليفل بتاعه. وبالتالي انت محتاج انك تعمل فولو اب بريت احسن من كده شويه. هنا الحقيقه كان في some key studies اتعملوا على مدى السنوات اللي فاتت غيرت مفهومنا بالنسبه للتارجت هيموجلوبين. اول ستادي كانت معموله على بعض الكوروناري ارتري ديزيز بيشنت وكونجستيف هارت فيلير، وكان التارجت بتاعهم عايزين يوصلوا الهيموجلوبين الى 14، كانوا طموحين جدا عايزين يخلوه زي الشخص الايه؟ طبيعي. طبعا لقوا انه البرايمري اند بوينت داس او المايوكاردال انفاركشن، وفي فولوز ذا بيشنت فور حوالي 30 شهر، والعدد بتاع العينين كتير قوي، وللاسف هذه الاستادي ما كانتش بوزيتيف، يعني طلع ان العينين الاسكيميك دول مش مفروض ان انا اعمل فيهم كده. طلع 2 ستاديز بعد كده مشهورين قوي اللي هم الكوير والكرييت ستاديز، ودول برضو كانوا على سي كي دي ستيج 3 و4 يعني نون دياليسيس بيشنت، ونفس الكلام الفولو اب كان مش واحده 16 شهر والثانيه 36 شهر، رغم ان التارجت هنا كان اقل شويه، هنا كان 13.5 وهنا كان من 13 ل 15، وبرده الاوت كم ما كانش على هذا الليفل ساتسفاكتور. واخر واحده كانت الترايل اللي هي التريت الترايل تو ريديوس كارديوفاسكولار ايفنت ويز ارانيس، وجدوا ان برده لما بتعلي فوق ال 13 بيحصل كومبليكيشن. وبناء عليه الخلاصه بتاعت هذه الاستاديز خلتنا مور هامبل ان اور تارجت، يعني النيفرولوجيست يقبلوا بان المريض بتاع كرونيك كيدني ديزيز should not have a normal hemoglobin. بعد ما كان الكونسبت لا ما تخليه يبقى عنده normal hemoglobin. The normal hemoglobin in our patients could be injurious. دي الكونكلوجن بتاعت الستادز. وطبعا احنا في مصر من الاول اثناء هذه الاحداث طول الوقت احنا عندنا بنقول 70% منهم عندهم hemoglobin تام 9، قاعدين نتفرج على الستادز دي ومبسوطين جدا ان هم قاعدين يقربوا من الايه؟ مننا. هم كانوا الاول عايشين في ال 14 وال 13 وقاعدين حبه ينزلوا لنا. واحنا من الاول احنا في منطقه التسعه وال 10 لغايه ما هم نزلوا لنا، يعني نزلوا لنا صابرين لغايه ما هم جوا. وبالتالي لما نيجي نشوف الهيستوري بقى بتاعت الاريثروبويتن جايد لاينز، هنجد انه قبل ما تطلع الانترناشونال جايد لاينز كانت كل دوله بتحاول ان تضع لنفسها جايد لاينز. امريكا احنا فاكرين ان هي الكي دوجي جايد لاينز اللي هي بتاعه الناشونال كيدني فاونديشن،
هي الوحيدة، ولكن الحقيقة لما دورت في الليتريتشر لقيت ان في أقدر جايد لاينز امريكان، واحدة من كليفلاند واحدة من الاباما اللي هي بلو كروس بلو شيلد جايد لاينز. الكي دوكي طبعا دي كانت طالعة في بدايات يعني كانت قديمة، وكان التارجت بتاعها 13 تمام، اللي هو بعد كده هينزل. وكان بالتفصيل مش عايز اقول الاستاديز دي بالتفصيل لاني هقف على الكي دي بالتفصيل اكتر اللي هو هي دي الحديثه، لكن طبعا كانت جايد لاينز طويله جدا وبتتكلم على كل البارامتر. بعد كده دي كليفلاند جايد لاينز، ودي البلو كروس بلو شيلد بتاعت نورث كارولاينا. طبعا الجماعه بتوع كندا رغم ان هم جيران امريكا ولكن ما بياخدوش كل حاجه من الامريكان لوحدهم على طول، بيحبوا يعملوا بنفسهم برضو their special guidelines. فالكنيديان guidelines كانت التارجت بتاعها في ذلك الوقت يعني مور وايز الحقيقه، كانت حاطه من 10 ل 12 في 2008 قبل ما تحصل حتى من الكومبليكيشنز بتاع الستارت. الاستراليان برضو guidelines كانت يعني حاطه من 11 ل 12 لان دول كانوا مور رياليستيك، كان واضح ان الامريكان هم اللي كانوا متحمسين زياده حتى قبل ما تطلع الكيجيجو جايد لاينز. ودي الرويال كوليدج اوف فيزيشن بتاعت انجلترا اللي هي افيليتد للايس جايد لاينز، والحقيقه دول برضو كان التارجت بتاعهم طول الوقت قريب من هالفين. انجليز دايما فيري كونسرفاتيف في الميديكال مانجمنت بتاعهم، ما بيجيبوش على الحاجات الحديثه غير لما يبقى في ايفيدنس بيز عليها كتير جدا يعني. ودي كان في سنغافورة جايد لاينز، جابانيز جايد لاينز. جابانيز جايد لاينز دي كانت مهمه لان احنا عارفين ان اليابان من اكثر البلاد اللي فيها لونجيفيتي لعينين الدياليسيس. الدياليسيس عندهم هو الامبورتنت واي اوف تريتنج بيشنتس وذ اند ستيج رينال ديزيز، لان العقيده اليابانيه ما بتحبش او لا تؤمن بموضوع الترانسبلانتيشن وحتى احيانا بلاد ترانسفيوجن، وبالتالي they don't دو اكسبت داليسيس، وبالتالي هم عايزين عيالهم يقعد على داليسيس اطول مده ممكنه. فنجد ان يمكن في اكتر من 20,000 عيان في اليابان عايشين على داليسيس اكتر من 20 سنه، which is a very hard. لما بنقول احنا عندنا في اي وحده من وحداتنا 5 ولا 10 عيانين عايشين اكتر من 20 سنه بنعتبر اننا عملنا. يبقى عنده 20,000 عيان عايشين اكتر من 20 سنه على داليسيس. واضح ان هم الجايد لاينز بتاعتهم الابر ليميت بتاعها كان 12 جرام بالنسبه للجابانيز بوبوليشن. ماليزيا كانت عامله جايد لاينز، السعوديه حتى في 2006 عملت جايد لاينز. فكان الحقيقه يعني نوع من الكيوس، كل حته في العالم قاعده تطلع جايد لاينز، فابتدوا الانترناشونال سوسايتي تحاول ايه؟ يقعدوا جماعه مع بعض ويعملوا انترناشونال جايد لاينز فور ذا مانجمنت. ما فيش شك انه الجينيتك تشينجز من ناس ممكن يعني مثلا زي ما بنقول الافريكان امريكان عندهم الابو لايت بروتين 1 جين بيخليهم مور برون مثلا للهايبرتنشن او للكرونيك كيدني ديزيز. الجابانيز ممكن يبقى عندهم او جماعه بتوع ساوث ايست اسيا، فبالتالي كان المفروض ان الانترناشونال داكورم ده يشمل ناس من ايه؟ من different genetic backgrounds ويقعدوا مع بعض ويقولوا يا ترى الجايد لاينز بقى هتبقى كام الليفل بتاعها وهنمشي ازاي في المانجمنت اوف انيميا. فده اللي عملوه، جابوا جلوبال كورم اللي هو كلينيكال كيديجو براكتس جايد لاين فور انيميا من ناس من حتت مختلفه في العالم اللي هو improving global outcome، وده الاختصار بتاع كي دي. وعملوا كذا شابتر، الشابتر نمبر 3 كان بيتكلم عن يوز اوف الاريثروبويتين ستيمليتنج ايجنتس تو تريت انيميا ان كرونيك كيدني ديزيز. هو ده يمكن اللي هنقراه لان هو ده الابديتد شويه، او هو ده اللي احنا هنعتبر اننا لا داعي اننا نعمل ايجيبشن جايد لاينز طالما ان الانترنت جايد لاينز وبتقول لنا داتا لوجيك ما بقتش فيري هاي زي الامريكان بتوع زمان. فبتتكلم بتقول بالنسبه اول حاجه للانيشيشن اوف ايزا او ريثروبوتين ستيميليتنج ايجنت،
بنقول قبل ما نبتدي الإريثروبويتين address all the correctable causes of anemia including iron deficiency and inflammatory states. ودي نقطة مهمة لأنه زي ما قلنا في الميكانيزم الأولاني خالص لو ابتديت الإريثروبويتين في عيان عنده iron قليل الإريثروبويتين مش هيبقى effective. نفس الكلام لو انت العين عنده strong inflammation and you don't treat the cause of inflammation response بتاعه للإريثروبويتين هيبقى قليل. An initiation and maintaining giza therapy we recommend balancing the potential benefit of reducing blood transfusion with against the risk of harm in individual patients of stroke, vascular access loss or hypertension. يعني لو كان العيان عنده احد هذه النقاط زي previous stroke او severe hypertension not controlled او thrombophilia واستعداد للتجلط الحاجات دي لازم تبقى corrected before starting erythropoietin therapy. ESA therapy should be used with great caution in active malignancy, in particular when cure is the anticipated outcome. A history of stroke or a history of malignancy خليك تفكر كذا مرة قبل ما تبتدي treatment. For adult patients with hemoglobin concentration اللي هم non-dialysis patients لو كنا أكثر من 10 لا داعي انك تبتدي معاهم الاريثروبوتين ثيرابي، لكن لو كان اقل من 10 ممكن individualize the decision. ده احنا بنتكلم عن non dialysis patient. بالنسبة للدياليسيس patient اللي هم CKD5D الاريثروبوتين ثيرابي should be used to avoid having the hemoglobin اقل من 9. يعني انت ما تستناش بقى by starting الاريثروبوتين وهو between 9 و 10. يعني انت ما تستناش لما يقطع عن 9 انت اول وين 9 و 10 you should start في الهيموداليسيس patient. يبقى هنا الـ conservative treatment patients ما تبدأهمش لو أكتر من 10 وممكن تديهم لو أقل من 10 لكن الهيموداليسيس بتبتدي على طول علشان ما تخلي التارجت بتاعك ما يقلش عن 10 طول بتاعك. Individualization of the therapy is reasonable as some patients may have improvement in quality of life at higher concentration and either therapy may be started above 10. يعني عايز يقول لك ان هو لو العيان هيموجلوبينه من الاول اعلى من كده ومش عندوش مشاكل ما تخافش قوي من نتائج الستاديز. Some patients may tolerate the high level without complication. البيدياتريك بيشنت لان هم عندهم concern تانية مهم وهو السكول اتندنس والافويدنس اوف ترانسفيوجن والجروس فبرضه التارجت بتاعهم لازم يبقى adjusted بصورة اعلى. In maintenance therapy, we suggest not to be used hemoglobin لو الهيموجلوبين concentration زاد عن 11.5. لكن individualization of therapy will be necessary لأنه some patient ممكن توصل فيهم ل 12 ودول يعني الرينج بتاعهم والبيدياتريك patient اللي احنا قلنا قد يحتاجوا إلى جرعات أعلى بتوصل فيهم ل 12 على طول. In all adult patients ممنوع إنك تعدي 13. وطبعا احنا شفنا كتير من الستاديز اللي لما عدينا فوق ال 13 بقى فيه complication. بالنسبه للواي اوف ادمنستريشن انت ممكن تدي subcutaneous في النون دياليسيس بيشنت وفي البريتونيال دياليسيس بيشنت they suggest subcutaneous administration. ممكن طبعا في البلاد البادجت فيها قليلة بعض البريباريشن بيبقى فيه نوع من السبيرنج للدوز لما تدي سبكوتينيوس فيرسس انترافينوس وبعض البريباريشن ما بتفرقش. السي كي دي هيموداليسيس بيشنت اللي بيعملوا هيمو فلتريشن او هيمو دايا فلتريشن سبيشالي ذوز اون هاي فوليوم هيمو دايا فلتريشن اللي هو ابتدى يتقال ان هو سوتابل فور مانجينج سم كومبليكيشن اوف دياليسيس لايك resistant hypotension and like وبيحسن survival. Some of these patients الحقيقة لما بتحطوهم على هذا line of management اللي هو ابتدى يبقى موجود في مصر في آخر سنة أو آخر سنتين الدوزز بتاعت الإريثروبويتين بيبقى فيها نوع من السبيرنج يعني ممكن تقلل الكرة. الفريكونسي اوف إيزا administration والtolerance والpreference and the type of the إيزا بيفرق حسب locality ولكن في جنرال حاجات بتحكمنا.
انك انت لازم تختار انقيزه based on the pharmacodynamics, the safety information, the clinical outcome, the costs, the availability. يعني كل دي نقاط هامه, لكن الكوست لا يجب ان هو يبقى على حساب الكواليتي, لان هما they suggest using only ESA that have been approved by an independent regulatory agency. يعني لازم يكون واخد الجهات المصرحه بايه بتداول الادويه زي الـ FDA او الـ EMA او ما الى ذلك. وهنا بيخص قصه الكوبيز او قصه الايه الدراجز اللي هي البايوسيميلرز. الانيشيا احيانا ايفالويتنج الريزيستنس او الهايبر ريسبونسيفنس. هنا طبعا بنعتبر ان العيان ما مش مستجيب لو ابتديت تعلى في الشهر الاولاني من اعطاء الاريثروبويتين وابتديت تعلي جرعه الى الضعف ومع ذلك ما فيش اي ريسبونس. In patients with ESA hyperresponsiveness, we suggest avoiding repeated escalation of the dose beyond the double, the initial weight-based dose. طبعا كل preparation بيبقى لها في الليف insert بتاعها الكالكوليشن according للبودي ويت. فلو انت ضعفت الجرعه عن what is in the insertion وما فيش تحسن, يبقى انت ابتديت تتكلم في hyperresponsiveness. بعد كده لازم تدور على الانفلاميشن وكلاسيفاي بيشنت اس هافينج اكوايرد ايزا هايبر ريسبونسيفنس اف افتر تريتمنت وذ ستيبل ذي ريكوير تو انكريزز ان ذا ايزا دوز تو 50% بياند ذا دوز اللي انت ابتديتها. وطبعا لازم تفكر في هؤلاء المرضى على اسباب ثانيه بعد ما تكون استبعدت الايرن. احنا قلنا ان الايرن ده بريكوزيت من البدايه, لكن لازم تدور على انفلاميشن, لازم تدور على اي حاجات تانية تكون الكواليتي اوف ذا ووتر, الاديكوسي اوف ذا دياليسيس. كل الحاجات دي لازم تبص عليها. احيانا الهايبر باراثيرويديزم, كل دي اسباب ممكن تبقى ريسبونسبل في النون ريسبونس. For patients who remain hyper-responsive despite correcting treatable course, we suggest individualization of the therapy, accounting for relative risks and benefit of the decline in hemoglobin concentration, continuing ESA and blood transfusion. We recommend not using androgen as an adjuvant. فكر انا قلت لكم some recommendation بالنسبه للادجوفنت. فهم they don't like بالنسبه للادجوفنت ثيرابي. في ايفيدنس عندهم ان هو الاندروجينز غير محبب, والايفيدنس از 1 بي. وكذلك we suggest not using adjuvant like vitamin C, vitamin D, اللي انا قلته, vitamin E, folic acid, L-carnitine, and pentoxifilin. بتاعهم is 2D. بالنسبة للpure red cell aplasia اللي هي كانت موجودة في فترة, وبتجد sudden rapid decrease in the hemoglobin at the rate of half to 1 gram per week in spite of giving ESA with normal platelet and white cell count. بمعنى اننا we are hitting only the red series, عشان كده سموها pure red cell aplasia. Does not affect ولا platelets ولا white cell count. وهتجد الـ absolute reticulocytic count قليل, معناه ان البون مارو ما بيطلعش new RBCs, لان الريتيكولوسايت هي الخطوه السابقه تماما لخطوه انتاج الكرات الدم الحمراء. We recommend at that time that the ESA therapy to be stopped. ممكن تلاقي antibodies تقيسها في هؤلاء المرضى, وطبعا يمكن ما بقتش بتتشاف لانها كانت متهم فيها في مرحله من المراحل الكونتينر والسولفنس اللي هي مستخدمه مع بعض انواع الريسبورتنج. ولكن في طبعا سم كيسز ريبورتد, ولازم تبقى حاططها في الباك مايند ان ممكن تحصل, يعني مش توتالي بريزنت. وعشان كده ابسنت قصدي, عشان كده ما زالت موجوده في الجايد لاينز. اخر حاجه في الجايد لاينز هنا كانت الميكروفون ده معلش بيعمل حاجه بيروحوا بيها. اخر حاجه الو كده راح خالص. بالنسبه للبلاد ترانسفيوجن بنقول انه انسيرت, هل يا ترى البلاد ترانسفيوجن كلاين اوف مانجنج الانيميا مقبوله عالميا ولا لا؟ هما بيبتدوا بايفيدنس 1 بي مهم قوي انه
we recommend avoiding, when possible, red cell transfusion to minimize the general risk related to the use. يعني ليس هناك علاج للكرونيك انيميا عبر بالبلاد ترانسفيوجن. ولكن بيقول لك وكذلك in patient eligible for organ transplantation we specifically recommend to minimize the risk of allocentization. يعني بالذات اللي هيزرع ما يعملوش دم. طبعا احنا عارفين المعلومه دي لانك انت ممكن تعمل له sensitization against possible recipients arrival, donors من arrival. When managing chronic anemia, we suggest that the benefit of red cell transfusion may outweigh the risks of it. ESA therapy is ineffective in patients in whom ESA therapy is ineffective. هم دول اللي ممكن تديهم زي الهيموغلوبينوباثي والبون مارو فيليا والإيزا ريزيستنس. Our risk of ESA therapy may outweigh its benefit زي اللي احنا قلناهم اللي هم البريفيس ستروك والكرنت مالجنسي. هنا انت مضطر يعني مضطر انك تدي بلاد ترانسفيوجن. وكذلك في الارجنت تريتمنت اوف انيميا يعني مثلا عندك عيان عنده اكيوت هيموريج او عنده بري اوبراتيف هيموجلوبين كوركشن از ريكوايرد او عنده انستابل كورونري ارتري ديز ممكن دول تلجا الى اعطاء البلاد. نختصر الديجو جايد لاينز في حاجات بسيطه. اول حاجه نبتدي بالايرن بيتر تو يوز انترافينس ايرن. ثاني حاجه achieve partial correction للانيميا يعني ما توصلش بالمؤشر بتاعك الى المنطقه الحمراء. هنا المؤشر السيف الاخضر بتاعنا هو ايه؟ من 10 ل 12 تقريبا ومن 12 ل 13 ابتدت تخش في منطقه ايه؟ ال minimize the ESA consumption لما تلاقي انك قربت من التارجت and don't stop it totally. يعني حاول ان انت تبقى ايه؟ لما تلاقي انك عرفت التارجت ما توقفش، قلل الجرعه لكن ما توقفش خالص. And don't use adjuvant therapy, no additives لان احنا قلنا ان الايفيدنس بتاع adjuvant therapy is not high. بعد كده الايجيبشن جايد لاينز احنا قلنا ان احنا عندنا 70% من العيانين بتوعنا عندهم هيموجلوبين below 9 grams which is not الحقيقه يعني a satisfactory percentage مقارنة بالعالم. وكمان بيزود المشكلة ان الاحصائيات اللي اتعملت دي كانت تحتها معمولة في 2003 قد ايه من العيانين بيتعالجوا بالانيميا بالبلاد ترانسفيوجن وقد ايه بالكيكو وقد ايه بالخطايا ونجد ان هم تقريبا قد بعض. يعني في ناس بيعالجوا بس الانيميا بالاير، في ناس بيعالجوا الانيميا بس بالبلاد ترانسفيوجن، وحوالي ثلث العيانين او اقل هم اللي بيتعالجوا بالانيميا. طبعا ما ينفعش انك تعمل كده. وهنا كان دي احدى الاستاديز اللي كانت اتعملت في القصر العيني واللي بتبين لما بتزود الوعي بتاع العيانين عن طريق تحديد المشكله وتعريفهم بالجايد لاينز ابتدى الكومبلاينس بتاع العيانين في والكومباريتيف امبروفمنت ان ذا هيموجلوبين بين 2007 و2013 من البرسنتج اوف ذا بيشنت 53% الى 70% بمجرد ان انت ابتديت تعمل لهم ايديوكيشن بجايد لاينز وتحسين باهميه الانيميا مانجمنت في هؤلاء المرضى. الهاي كوميتي بتاع وزاره الصحه اللي هي اللجنه العليا للمشكله بتعمل برضو اجتماعات دوريه، وكان في اخر اجتماعات فيها الحقيقه الهدف انه حوالي 50,000 عيان بيعملوا فيه متالس في مصر بيزيدوا حوالي 10% كل سنه. هؤلاء المرضى محتاجين ان هم نزود الفاندنج ليهم في الريسبورتنج ثيرابي والمانجمنت الانيميا ان جنرال، ونوعي الناس باهميه استخدام كمان بريبريشن تكون لايس تكون امنه ويل يعني فورميليتد، ويا ريت تكون بلاد برودكتس فري عشان افويد هذا transfusion او يعني اساس ان هي ممكن containing blood product ممكن تزود الهيباتيتس سي، واحنا مش ناقصين عندنا اوريدي هاي انسنس هيباتيتس سي في مصر. الدياليسيز ميتنج ريكومنديشن زي اللي احنا فيها دلوقتي بنزود فيها الببليك اويرنس والدكتور اويرنس واهميه المانجمنت اوف انيميا، و زي ما حضراتكم شايفين ده كان
الخلاصه بتاعت الاستاديز اللي هي كلينيكال بيرفورمانس ميجرز بتاعت الولايات المتحده، وده كان المقارنه بين الولايات المختلفه او الناتس المختلفه من 1 الى 18 في اليونايتد ستيتس، وبتقول لنا انه الناس الميديان هيموجلوبين بتاعهم قد ايه. فتلاقي ان معظم الولايات الهيموجلوبين فيها تقريبا الافرج از مور ذان 11، فهم حاطين التارجت بتاعهم من زمان. نقدر نقول ان التارجت بتاعنا دلوقتي هو السيف بالنسبه للهيموجلوبين ليفل من 10 ل 12 اللي انا عامله بالاخضر، واللي هيكون بالاحمر اللي هو اكتر من 13 او اقل من 9. بالنسبه للترانسفيرين ساتوريشن برسنتج السيف من 30 ل 40% ده بالاخضر، واللي اعلى من 45 او اقل من 25 ده بالاحمر هيبقى نان سيف. وطبعا البرتقاني ده شرط المرور اللي هي في نص نص يعني. وبالنسبه للفيريتين ليفل عشان برضو الناس اللي بيدوا كميه ايرن زياده بلا لازمه، السيف بتاعنا هو من 150 الى 500، والمنطقه دي منطقه برتقاني، الاكثر من 800 يبقى ايه؟ نان سيف. بعد كده انا ده اخر سلايد تقريبا في المحاضره. ليس الهدف من هذه المسج ان انا اقول ان الانيميا از ذا اونلي فاكتور في الكلينيكال بيرفورمانس اوف دايليسيس. از فيري امبورتنت فاكتور لكن مش ذا اونلي فاكتور. في فاكتورز كتيره جدا كنيفرولوجيست لازم نبص عليها اللي هي بيسموها الكلينيكال بيرفورمانس انديكيتورز، وده كان في دايفيرا مرينال سيرفيس جروب اللي هي مسؤوله عن وحدات دايليسيس كتيره في العالم، قال حطوا في السنه اللي فاتت 2014 ايه اهم الفاكتورز اللي لازم تبقى فولود عشان نقول ان ذوز بيشنتس ار دايلايزنج ايكوتلي بطريقه كويسه. ولما هنجد ان الانيميا في القلب وان الهيموجلوبين هنا التارجت هيكون من 10 ل 12، ولكن في فاكتورز ثانيه لازم تبقى معانا زي الكي تي اوفر في، السيرم البومين الكويس، جود نيوتريشن اوف ذا بيشنت، النورماليز بروتين كاتابوليك ريشيو ويز انذر ماركر اوف جود نيوتريشن، البون ماركرز كلها زي السيرم فوسفورس المعتدل والكالسيوم فوسفيت ريشيو المعتدله والسيرم باراثورمون وذين ذا رينج النورمال، البلاد بريشر الكويس في بدايه الجلسه، والانترا دايليتيك بودي ويت جين اللي هو اقل من 40 4%، وغسيل العيانين من خلال ارتيريو فينس فيستو. لو كل الحاجات دي موجوده بنقول انه وي هاف ا سيف اند ايكوال دايليسيس فور ا جود سيك فور اور بيشنتس. ثانك يو فيري ماتش. طبعاً نشكر الأستاذ الدكتور حافظ على المحاضرة القيمة، حقيقة لمت شاملة وجامعة للمشاكل الأنيميا عندنا في مصر وول الوقت. طبعاً الجايد لاينز اللي احنا من 10 ل 12 ده الموسيسيف، وأنا يمكن إن احنا عندنا الدكتور حسين هيكمل الكلينيكال كيسز يعني، وبعد كده يبقى الأوبن دسكشن إن شاء الله. شكراً هاني. ادينا بس ثانية يا دكتور